أقسم بالله تقريبا أغلب طلابنا يحترفون في مجال التنويم المغناطيسي لمدة 15 يوم. تخيل معي، تقول لي شخص قال لي أنه يا أحمد هندية يا أستاذي أنا درست التنويم المغناطيسي لمدة 6 شهور في بعض المدارس ولكن بدون أي فائدة. عندما درست دورتي قالها لي هكذا أقسم بالله، قال لي في 15 يوم الأولى أصبحت خبير جدا 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 جدا, جداً في التنويم المغناطيسي. فقلت له السر هو أن في بعض المدارس ماذا يقدمون؟ يقدمون في الدورات التكوينية الخاصة بهم فقط النظري، فقط معلومات، ولكن نحن في دوراتنا نقدم ماذا؟ التطبيقي، نركز على التطبيق بشكل كبير جدا، لأن يعني التطبيق هو أهم شيء. والتطبيقي نلخصه، نلخص التطبيق، التلخيص، التلخيص هو أهم شيء. لا أحتاج أنا أن تحترف في مجال التنويم المغناطيسي لمدة 3 سنوات، احترفه في 15 يوم. فالفرق بيننا وبين مراكز أخرى، مراكز أخرى احتمال تدرس لمدة سنة أو سنتين معهم بدون أن تحترف أبدا، ولكن معنا في 15 يوم فقط تحترف مجال التنويم المغناطيسي. فإذا كنت تريد أن تحترف أنت كذلك بشكل سريع وبشكل مضمون وتغير حياتك ويكون عندك دخل مادي بفضل التنويم المغناطيسي، فتواصل معنا بشكل سريع، لأنك التنويم المغناطيسي يحتاجه أي شخص، ستستفيد به أنت ويستفيد به أسرتك ويستفيد منه أشخاص آخرين. للجلسة يمكنك أن تعمل جلسة علاجية فقط واحدة ب50 يورو أو 100 يورو، وتعمل عرض ترفيهي واحد ب100 يورو. إذا كنت تريد التسجيل وتزيد من دخلك المادي يمكنك التواصل معنا. هذا كل شيء، وإلى اللقاء. التعلم في 15 يوم معنا فقط.